نروح للكره الطائره. فكده حضراتكم الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الدوري كره الطائره، الدوري يمكن الوحيد الذي لم يبتدي حتى الان في كل الالعاب الجماعيه، وقلنا ان دي حاجه مش لطيفه وان ده يعني هيعود بالسلب على طول على منتخب مصر. ويبدو طبعا الدكتور سامح حمدي يعني رئيس اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد واللي ايضا هتدير الانتخابات فضلا لهذا الامر، وبسرعه بسرعه حط نظام الدوري وهيعلن عنه قريبا. ايه نظام الدوري؟ هنقول في الرجال مثلا، في الرجال عندنا 12 فريق بيلعبوا في الدوري الممتاز. هيعمل ايه؟ هيعمل مجموعه واحده رايح جاي وده الدوري. طب لو اتكلمنا عن 12 فريق يعني الفرقه الواحده هتلعب 11 مباراه، في اثنين رايح جاي يعني 22 مباراه. قسمناها هيلعبوا جمعه واثنين، لو قسمنا ال 22 مباراه على اربعه هتلعب انت يعني مباراتين في الاسبوع، يبقى 22 على 2 يعني بنتكلم في 11 اسبوع. 11 اسبوع نقسمه على اربع اسابيع في الشهر يعني بتتكلم في حوالي شهرين وثلاث اسابيع، يعني نقول حوالي ثلاث اشهر. طب ليه عمل كده اتحاد الكره الطائره؟ لان مفيش وقت خلاص، احنا تو ليت ان احنا نعمل دوري طويل زي السنه اللي فاتت لما كان مجموعتين ونروح ونيجي ونعمل ونلعب بالصغيرين الاول بعد كده نلعب بالكبار. مفيش وقت للكلام ده خالص، احنا في شهر 11 عقبال ما يبتدي هيبتدي في 12 يعني مع توقفات وبطوله عربيه وبطوله افريقيه، في توقفات 100% هتحصل. يعني انت لما تلاقي 3 شهور وتوقف لك شهرين يبقى تخلص في مايو، يبقى الكلام مبلوع. انما لما تيجي تبص دلوقتي لو كنا لعبنا زي السنه اللي فاتت، لا ده احنا كنا ولا شهر 8 ولا 9 اللي جايين، وده طبعا بالسلب لان المنتخب عنده بطوله عالم وتاهل ليها بالرانك العالمي فلازم يستعد كويس، وبطوله افريقيا ما كانتش قد كده فلازم نروح مستعدين كويس جدا جدا جدا. طب بالسيدات حصل ايه؟ السيدات هنلاقي الفرقه المشاركه الاهلي الزمالك الست سموحه سبورتنج الشمس اصحاب الجهاد اليوبيس الجزيره الطيران وادي دجله الزهور، وهيبقى بنفس الكلام برضو بالنسبه للسيدات هيبقى رايح جاي. وتاني بنكرر ده قرار حكيم جدا وقرار صحيح جدا، يمكن دكتور سامح كان سبب تاجيله انه مستني الانتخابات تتعمل واللي جاي هو اللي يحط النظام الدوري ويشوف ايه المناسب للمنتخب بالبلدي كده، يعني اللي جاي يشيل شيلته لان هو اللي هيبقى عارف المنتخب عايز ايه والكلام ده كله. هو مش عايز يحط نظام ويجي الجديد يقول لك الله ده انت انا ما كنتش عايز النظام ده انا كنت شايف الافضل. ولكن الانتخابات اتاجلت طبعا عشان كابتن شريف الشمرلي والحكم اللي خده مركز تسويه التحكيم الرياضي بادراج اسمه على كشوف الناخبين، ولسه برضه يعني في قولان في الموضوع ده طبعا جوه خلاص ادرج، ما نعرفش لسه رد فعل الاتحاد الدولي الافريقي ايه على هذا الموضوع. وطبعا كابتن مندي برضه او مندي نفس الكلام، هويدا مندي نفس الكلام تم ادراجها. رد فعل الاتحاد الدولي ما احناش عارفينه، هل هيقبل بده ولا مش، هل هيعترف بالانتخابات ولا لا. فالحقيقه اللي عمله دكتور سامح حمدي احنا بنحييه، ده الصح. ابتدي دوري بتاعك، اشتغل، اللعيبه تلعب، استعد، شوف الاصلح ايه من وجهه نظرك في الوقت الحالي، ودع اللي يحصل بعد كده يحصل بعد كده. القرار الصح دلوقتي ابتدي الدوري واضغطه، لان حضراتكم في بطوله 100% هيبقى في بطوله عربيه و100% هيبقى في بطوله افريقيه، خلاص الدنيا بدات تشتغل والفاكسين طلع والدنيا بدات تتفتح، وزي ما انتم شايفين مفيش حد بيقفل مع اصابات، مفيش اصابات، خلاص الدنيا بتفتح ومحدش يقدر يقفل. ففي بطولات هتتعمل، عندك 3 شهور دوري، شهر بطوله عربيه توقف او اسبوعين ثلاثه زيهم افريقيا، يعني هتلاقي نفسك 5-6 شهور خلصت الموسم، سيب الباقي للمنتخب، وده القرار الصح. احنا بنحيي اللجنه المؤقته على القرار الصحيح ده، ونتمنى ان شاء الله نشوف الجدول ويطلع للنور سريعا عشان نعرف احنا عندنا ايه، ويقدر كل الاجهزه الفنيه تحط جدولها. وبنطمنكم على الفريق، الفريق ماشي كويس جدا، وبنحاول يكون معانا نجم من نجوم الفريق عشان نعرف الاستعدادات ايه والجو العام ايه، بنحاول نجهز لحاجه زي كده ان شاء الله فور، يعني ان احنا نجهز لوجود نجم معانا من الفريق. هنعلن لحضراتكم ان شاء الله وجوده معانا باذن الرحمن. طيب هنروح لخبر جيد جدا، خبر اسعدنا. زي ما احنا بنتابع كوادرنا اللعيبه وكوادر الحكام وكل شيء، بنتابع كوادرنا الاداريه، الكوادر اللي احنا بنفتخر بيها واللي احنا بتشرفنا في كل مكان. الحلقه اللي فاتت كان معانا الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد الافريقي بعد ما فاز برئيس الاتحاد الافريقي في الجمباز، وشفنا قد ايه المعركه اللي كان فيها.